ما تيجي أبهرك بفسحة تساوي ألف خروجة. ما كنتش متخيل إن في حاجة موجودة في مصر بالجمال ده، والأهم إن سعرها معقول. هتفرح بيها أطفالك بأنشطة ترفيهية وتعليمية هتفيدهم جدا. المكان ده داخل مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، اللي على بعد خطوات من محطة مترو هارون. ما تيجي أقول لك إزاي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كده رضا. لو بتدور على فسحة تفرح بيها أطفالك وتبسطهم ويمارسوا فيها أنشطة تعليمية وترفيهية، يبقى وديهم خروجة ممتعة داخل حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع اللي دخولها ب 35 جنيه، ودي مليانة أنشطة كتير هتعلمهم وترفه عليهم، لأنها مش مجرد زرع وخضرة شكله حلو أو الحقيقة بس، إنما دي حديقة كبيرة مليانة أنشطة تعليمية هتعجبهم وهيشوفهم من خلالها بيئات متنوعة على ضفاف النيل، بداية من منبع وصولا لمصر. وهتاخدوا الطفل بمجسم لنهر النيل بطول الحديقة. الجولة بتبدأ من أول هضبة الحبشة، ودي فيها مجسم لفرس النهر وتمساح. بعد كده هتلاقي مكان في الحديقة أشبه بغابات إفريقيا، وبيميزها شجر البامبو والموز على يمينك وشمالك. بعد كده هتلاقي مجسمات كبيرة للحيوانات زي غابات إفريقيا بالظبط. هيلاقي مجسم لفيل وأسد وزرافة وغزال. كمان بعدها الحديقة بتاخد الطفل للريف المصري، وهنا هيشوف الطفل مجسم لفلاح بسيط واقف قدام بيته اللي فيه فرن فلاحي بتاع زمان. كمان في جزء للبيئة البدوية موجودة بالحديقة، اللي هتلاقي ليها مجسم لجمل وثعلب وبير ونباتات شوكية. كمان البيئة السحرية المصرية هتشوف لها مجسمات زي طائر الفلامنكو والأسماك. كمان مدرج أشبه بالمدرج الروماني اللي موجود في الإسكندرية. الجميل بقى ان داخل الحديقة هتلاقي لوحات تعليمية اشبه بكتاب مفتوح الطفل هيعرف منها معلومات وقصص متنوعة. بعد الجولة الممتعة دي الطفل هيلاقي منطقة الكيدز اريا، وهتسيبهم يستكشفوا يلعبوا ويطلعوا كل طاقتهم. المميز بقى في الحديقة انتشار لعبة الدرامز اللي بيعلم الطفل صورة بمعلومة زي لعبة البازل بالظبط. هيفضل الطفل يلف ويستكشف ويتعلم. وهتلاقي كمان في الحديقة منطقة مخصصة لورش الاطفال، وفيها يتعلموا مهارات مختلفة زي التلوين على الجبس والرسم. وعشان الكبار كمان يستمتعوا في الحديقة هيلاقوا المقاعد بتاعتهم زي المرجيحة منتشرة في منطقة الكيدز اريا، وهم قاعدين وسط المسطحات الخضراء المريحة للعين والشجر المثمر والنخل، حاجة غاية في الروعة. هتقدر هناك تاخد أحلى صور. كمان الحديقة فيها حمامات وكافيتيريا ومسارات ممتازة للمشي، وكمان متاح دخول بالأكل. نيجي بقى للجزء الأهم في مركز الطفل، وهو المتحف اللي ليه تيكت إضافي، وده عبارة عن 3 أدوار وبيكون فيه مرشد بيشرح للأطفال أدق التفاصيل. تعال نبدأ من الدور اللي فيه الحضارة الفرعونية. هيبقى بمجرد دخولك الأسانسير ونزولك تحت هيبقى كأنك سافرت بآلة الزمن إلى عصر الفراعنة. الطفل بياخد جولة بانورامية بتبدأ من بناء الأهرامات، وبيعيش مغامرة تعليمية، وبيدخل غرفة الدفن وبيعرف إزاي تم اكتشافها. وفي الجولة هيلاقي مجسم للمركب الشمسي، وكمان بيتعرض فيديوهات معمولة بشكل مشوق جدا، وألعاب ترفيهية بتحفر المعلومة بشكل مبسط. وبيعيش الطفل مغامرة كاملة في عصر الفراعنة، ومع كل مرحلة الطفل بيلاقي لعبة بازل لتثبيت المعلومة. ده غير شاشات تفاعلية للأهرامات اللي بناها المصريين القدماء بمحافظات مصر المختلفة. كمان المسلة الفرعونية واللي هتعرفهم أكتر عن الكتابة والنقوش عند الفراعنة. وهنا الطفل بيرسم على ورقة بيضاء النقوش دي وبيحتفظ بيها. بعد كده بيروح لجولة بيشوف مجسمات كأنه داخل المعابد الأثرية في الأقصر وأسوان، ومجسم لوادي الملوك، والدخول لغرفة أشبه بمقبرة توت عنخ آمون واللي بتعرض فيها فيلم 3D لمكتشف المقبرة كأنه قدامهم بالظبط، وبيشرح عرض مبهر حقيقي. وبينتقل الطفل إلى غرفة فن التحنيط، وبيشوف كمان مجسم لمومياء وسكانر بيوري الطفل إزاي العلماء بيستكشفوا جثمان المومياء. وكمان بيتعرف الطفل على طرق العلاج عند الفراعنة وإزاي كانوا متقدمين في الطب. وبيدخل بعدها على شاشة تفاعلية بتقيس مدى استيعابه وبتخليه يتقمص شخصية طبيب الفرعون. بجد الجولة ممتعة لدرجة إن الأطفال بيكونوا فهموا حاجات كتير على الفراعنة. وبيروحوا بقى بعد كده لمنطقة الاستكشاف الأثري، وبيلبسوا زي المستكشف زي الدكتور زاهي حواس، وبياخدوا أدوات التنقيب للبحث عن الآثار، وبيطلعوا مجسمات أثرية بتفرحهم جدا. وكمان في لعبة بحر الكور كنوع من الترفيه آخر الجولة. أما الدور الأول من المتحف، وده محاكاة لواقع حياة المصريين زمان وإزاي كانوا بيعرفوا مواسم الزراعة والحصاد وأهمية النيل ودوره في الزراعة، وأساليب الري المختلفة زي الساقية والطنبورة والشادوف،
وموسم الحصاد ونظام البيع في السوق، وكمان شكل الخبز زمان. ومن الحاجات الجميلة ان الاطفال بياخدوا صور تذكارية وهم لابسين الملابس الفرعونية. الدور اللي بعد كده هو مركز العلوم اللي الطفل بيعيش فيه محاكاة لرحلة استكشافية لكوكب المريخ، وبيتعرف على التحديات اللي ممكن تواجهه الحياة هناك. كمان بيقعد طفل مع شاشات تفاعلية عشان يتكلم مع علماء من وكالة ناسا ليتعاونوا مع بعض عشان يشوفوا حلول للحياة على المريخ اللي بيشوفها الطفل انها صعبة، وبيعرف ساعتها أهمية الحياة على كوكب الأرض اللي لازم نحافظ على التوازن البيئي فيه. وبيروح بعدها تحدي للحفاظ على كوكب الأرض من التلوث، وبعدها على طول بيدخل لفيديو تفاعلي لجسم الإنسان وإن التلوث بيأثر عليه إزاي، والانتقال بعد كده لأهمية توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. بجد دي نبذة صغيرة جدا على أنشطة كتير في المكان، وهتاخد ابنك في جولة إلى عالم من المغامرة والمعرفة، وكله عن طريق الترفيه التعليمي. خليني كمان أعرفك مواعيد حديقة المركز اللي بتفتح من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 9 بالليل، أما المتحف آخره الساعة 2 الظهر. نصيحتي ليك خد أولادك وعيشهم المغامرة دي لأنها هتنفعهم أوي في دراستهم، ودي تجربة أنا انبهرت بيها وحابب أعرفك عليها. حاول تعيشها لأولادك وحقيقي هتفرحهم.